تأثير القمر، سباق إلى القمر. الآن هل تستطيعون أن تخبروني ما هذا؟ ها، هذا سهل، إنه القمر، ولكنه ذو لون برتقالي لأنه مصنوع من الجبنة. إجابة صحيحة. ليس تماما، القمر ليس مصنوعا من الجبنة. آسف كاميرون، هذا قمر الحصاد ولا يحدث إلا مرة في السنة. وخمنوا ماذا؟ عندما تنظرون من نوافذكم الليلة سترون قمر الحصاد الحقيقي. القمر مذهل جدا، أحبه. نعم، أتعلمين من يحبه؟ المستذئبون؟ أم هل هو الرجل الذئب؟ الفتاة لونا. آه صحيح، لن تفوت قمر الحصاد أبدا. لابد أنها تخطط لشيء شرير. ليس إن قمنا بمنعها، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الأمر والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى يتحول جريج إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القمر. المقنعون الصغار. ما الأمر صديقي؟ الفتاة لونا. كنت أعلم. إلى سيارة القمر. إذن هذا هو قمر الحصاد؟ تصحيح، هذا قمر الحصاد خاصتي. ما الذي تعنينه بقولك هذا؟ انظروا إلى مغناطيس لونا، شحنه قمر الحصاد بشكل خارق. الآن أستطيع أن أذهب إلى القمر وأطالب بمملكتي وبكل كنوزها. مملكة؟ كنوز؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ فقط أقوى الكنوز على الإطلاق. أنا أتحدث عن جوهرة قمر الحصاد، وحالما أحصل عليها ستصبح كل قواي منيعة. نعم صحيح. لا بأس، لا تصدقوني، ولكن في المرة القادمة ستكون هذه المدينة تحت سيطرتي لي. وداعا أيها المقنعون. إنها تخدعنا فقط، أليس كذلك؟ لا أعلم، أرأيتها تفعل ذلك سابقاً؟ لا يمكن أن نخاطر، سنذهب خلفها. لحظة، سنطاردها إلى القمر؟ إنه السبيل الوحيد، سنستقل مقرنا على شكل صاروخ. أجل، أريد السفر إلى الفضاء. إلى المقر. إذن سنفعل هذا حقاً؟ بجدية؟ حقاً؟ اسمع، إن كانت جوهرة القمر حقيقية، فعلينا أن نوقف الفتاة لونا. ثلاثون ثانية على الانطلاق. أيها الآلي، أتعرف ماذا ستفعل؟ في أماكنكم. بومة، زاحف، مستعدان؟ أجل. أجل. حسناً، أيها الآلي، ثلاثة، اثنان، واحد، اقلع. حسناً، أيها الآلي، ابدأ التحول، شغل. We'll be right back.
تستطيع أن تفعله لونا. أوافقان أننا يجب أن نذهب؟ أعني ماذا لو كانت لونا تخدعنا؟ نحن نترك المدينة دون دفاع. لا نستطيع أن نخاطر. هاي، أين روح المغامرة لديك؟ ستكون رحلة رائعة، من يعلم ماذا يوجد هناك؟ هذه هي المشكلة. حسناً، زاحف، هل خططت لمسار الرحلة؟ زاحف؟ أجل، المسار مخطط له، نحن مستعدون. ستختلف الأمور كثيراً حالما أصل إلى القمر. قوى جديدة ولن يوقفني أحد، ولا حتى المقنعون الصغار. أو مهلاً، إنه مكوك فضائي. مهلاً، ماذا؟ لن تفعلوا هذه لحظتي وأنتم لن تفسدوها علي. خذوا هذا. ما الذي تعنيه بقولك هذا؟ تحاول لونا إخراجنا عن مسارنا. علينا أن نتجنب الفقاعات. بوما، هيا تصرفي. نحلي، تمسكوا. أراها قادمة نحونا بسرعة كبيرة. تمسكوا. لم أستطع تجنب الضربة الأخيرة. ليس خطأك أيها العلي، هل المركبة بخير؟ متضررة؟ ما مدى إصابتها؟ أعني، نستطيع إصلاحها صحيح؟ هل نستطيع أن نعود إلى الأرض؟ اسمعوا، علي الهبوط بالمركبة. تمسكوا، سنتعرض لكثير من الاصطدامات. يسرني أننا انتهينا. هبوط جيد بوما، كيف المركبة؟ أخيراً، ها قد وصلت. والآن، أين جوهرة القمر كان؟ هاي، مهلا، ما الذي تفعله لونا؟ لا يعجبني ما أراه، سنذهب خلفها. ربما علي أن أبقى هنا وأساعد الآلية المقنعة بأعمال التصليح. شكراً زاحف، ينبغي أن نذهب جميعاً. نحن لا نعرف ما تنوي لونا على فعله. هل أنت بخير؟ ليس تماماً، كل ما في الأمر أنني لم أبتعد عن الوطن أبداً، وأخشى أننا قد نعلق هنا. اشتقت للوطن. أتفهمك، هذا ما شعرت به عندما نمت خارج المنزل. هل كان ذلك على القمر؟ على بعد مليار كيلومتر من منزلك؟ كلا، دعني أقول لك، لما لا تبقى هنا وتحرس المركبة بينما يصلحها الآلي؟ لك ذلك. حسناً، ستتولى القيادة. حظاً موافقاً، إلى دراجات المقنعين. حظاً موافقاً، أنا هنا إن احتجتماني. تفعيل دراجات المقنعين. تفعيل كاميرا الخوذة. من بومة إلى زاحف، أتسمعني؟ علم. هاي، أستطيع أن أرى كل ما تريانه. رائع، ابقى يقظا من أجلنا. النذر الثاقب. مشغلة بأمر مهم. هذا ليس جيدا. واو،
ما تستطيع الجوهرة فعلا. ما الذي يجري يا رفاق؟ هل أنتما بخير؟ أيتها البومة، الفتى القط.